تحياتي ليك مره اخرى كابتن هيثم. بعد انتهاء مباراه الاهلي وبتروجيت وفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط نظيفه، يعني معايا واحد من اللاعبين اللي لهم ستايل خاص وصاحب يعني زي ما بنقول الاداء وكمان الخلق الرفيع، كابتن حسام يوسف مواد الفريق. يعني برحب بيك في البدايه، الف مبروك الفوز النهارده، يمكن الحمد لله انتهاء المرحله الاولى كلها بالعلامه الكامله. المباراه مش يعني زي ما بنقول مش في التوب فورم، ولكن انتوا اديتوا اللي عليكم، وكمان اعتقد بتستفيدوا كتير جدا بالاشراك على الكبير جدا من اللاعبين معاكم. الحمد لله رب العالمين، الله يبارك فيك. طبعا النهارده اداء كويس، الفرقه كلها شاركت، الناس كلها بتثبت ان احنا السنه دي جايين نعوض الخساره بتاعت السنه اللي فاتت، الناس مركزه في الملعب. الماتش طبعا يعتبر اقوى ماتش لعبناه في الموسم السنه دي، فرقه بتروجيت فرقه محترمه، حاولنا ان احنا نأدي وننفذ الخطه اللي احنا اتفقنا عليها. الحمد لله رب العالمين على المكسب. يعني في مشهد كده شفته متكرر خلال المباراه عايز تعليقك عليه، ان مع كل كره ليك اول واحد واقف لك على الخط وبيحمسك يعني بيشجعك هو عبد الله عبد السلام. اكيد طبعا عبد الله احنا اخوات قبل اي حاجه، اي حد بيلعب فينا لازم اللي بره هو بيتكلم معاه بيشجعه. عبد الله طبعا تاريخ كبير، بنتعلم من بعض، الحمد لله رب العالمين، ربنا يديم علينا نعمه يعني الاخوه اللي ما بيننا والتفاهم اللي ما بيننا في الفرقه الحمد لله. لسه عندنا في الدور الثاني او مرحله العوده خمس مباريات، في عدد كبير جدا من اللاعبين سواء اللي ما بيتشاركوش بصفه مستمره او كمان الناشئين بيشاركوا معاكم، بيتعاملوا معاهم ازاي واهم النصائح اللي بتقولها؟ لا الدور التمهيدي ده طبعا فرصه لاي حد، فرصه زياد انس الناس الصغيره اللي طالعه من الناشئين، بنحاول كابتن ميدو بيحاول يدي فرصه لكل الناس ان هي تخش في الماتشات، والماتشات يعني في فرصه ان كل الناس تادي وكل الناس تطلع كل اللي عندها، فدي ما فيش فرصه احسن من كده يعني، فاكيد دي حاجه مفيده لينا وبعد كده هتفيد الفرقه في المرحله اللي جايه ان شاء الله. شكرا ودايما موافقين وباذن الله البطوله من نصيبنا ومستنيين منكم كلكم البطوله. ربنا يخليك، شكرا، الله يخليك، شكرا. كابتن هيثم ده كان لقاءنا مع كابتن حسام يوسف معدي الفريق، مستمرين في تغطيتنا ومزيد من لقاءات الكيميائية. كابتن هيثم اتفضل.